وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، نائب الرئيس للتحول الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. إذا هل لك أن تحدثنا عن أولوياتكم في تنفيذ برنامج الحكومة في مجال التحول الرقمي والبناء على ما تحقق من منجزات في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة واهتمام تلفزيون البحرين يعني بالجهود تبذلها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل تنفيذ برنامج وخطط التحول الرقمي. يعني واسمحي لي سلام إن شاء الله في البداية أن أشيد أن المحور الخام في الأساس من برنامج عمل الحكومة هو الذي يؤسس على أهمية تطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي، يؤكد على رفع أداء ومستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وهذا طبعا ما توليه استمرار الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، ومتابعة دائمة وباهتمام من معالي فريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لشؤون أو لتقنية المعلومات والاتصالات. يعني في الحقيقة يعني أختي الكريمة التسارع التكنولوجيا المعلومات تجعلنا طبعا احنا في مملكه البحرين وبالاخص في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه في تحدي لمواكبه هذه المتغيرات. لذلك يعني قامت هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه بوضع خطه شامله للسنوات القادمه تتلاقى مع هذا المحور الخامس من برنامج عمل الحكومه الذي ينعكس على مشاريع مهمه جدا يعني توصلنا الى التحول الرقمي الشامل في مملكه البحرين. نعم. اذا تسمح لي اعطي الضوء السريع على هذه الاولويات اللي تفضلتي فيها، مثلا عندنا كذلك من ضمن المشاريع المهمه ان يكون عندنا تطبيق وطني للمواعيد الحكوميه اللي هو منصه موحده لجميع الخدمات الحكوميه اللي تتطلب مواعيد لزياره مراكز تقديم الخدمات. عندنا سلمك الله مشروع اخر هو مشروع تطوير شامل لتطبيق مجتمع واعي، حاليا عندنا مشروع طبعا جاهز ان نضيف محفظه المستندات الحكوميه، بمعنى ان جميع المستندات الحكوميه من بطاقه هويه، من جواز السفر، من ملكيه السيارات، من رخص القياده، من شهاده الميلاد، تتحول الى مستندات رقميه متوفره في تطبيق مجتمع واعي، وان شاء الله مع بدايه السنه القادمه سير النور. فبالتالي يعني ليس هناك حاجه لحمل هذه المستندات. عندنا مشروع سلام ان شاء الله مشروع تطوير شهادة الراتب بحيث أن ممكن الجهات المستفيدة من البنوك والسفارات وغيرها استلامة الشهادات بشكل رقمي. عندنا مشروع التحول الرقمي في المحاكم، عندنا مشروع التطبيق الموحد للأفراد اللي بيكون عبارة عن بوابة موحدة وشاملة لجميع الخدمات الحكومية اللي يحتاجها المواطن، وكذلك تشييد المرحلة الثانية من تطبيق التاجر. في الحقيقة هناك كثير من المشاريع والمبادرات الطموحة اللي إن شاء الله في عام 2023 من بداية إلى نهاية نعمل على تحقيقها وتطويرها كأولويات في برنامج عمل حكومي التي تحسن من يعني الخدمات المقدمة للجمهور. نعم دكتور زكريا، العديد من المبادرات والعديد أيضا من المشاريع التي تفضلت طبعا بذكرها، بوجود هذا الكم من المشاريع إلى أي مدى يعني ساهم التحول الرقمي في رفع مستوى الخدمات الحكومية؟ يعني في حقيقة أختي الكريمة هناك العديد من المؤشرات لتأكد على أثر التحول الرقمي في رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وطبعا يبرز من خلال الإحصائيات وعدد الخدمات الموجودة حاليا. يعني هناك يعني زيادة واضحة وكبيرة للمواطنين المقيمين في استخدام هذه الخدمات وأثارها طبعا الإيجابية عليهم. احنا بإذن الله إن شاء الله مع حلول عام 2023 ستوفر الهيئة يعني ما يقارب 600 خدمة إلكترونية للمواطنين المقيمين. نعم. بالتعاون مع يعني مع 40 جهة حكومية، وهذه الخدمات طبعا جميعا ستسهم في تمكين المواطن والمقيم في إنجاز معاملاتهم بصورة إلكترونية. وصلنا حاليا نسبة 69% استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالطريقة التقليدية، وهذا طبعا مؤشر كبير يؤدي إلى التفاؤل، وطبعا هذا ما ساهم يعني في التحول الرقمي وسهولة وصول المواطنين الى هذه الخدمات بطريقه كبيره. نعم. يعني حتى عام طبعا حتى شهر نوفمبر من هذه السنه 2022 نعم. هناك اكثر من 10 مليون معامله طبعا الكترونيه تم تداولها من خلال قنوات الكترونيه. نعم. وهذا طبعا ما اكد على فلسفه الهيئه في الحقيقه اختي الكريمه، ان يعني الهيئه تركز على تطوير خدمات الحكومه
القائمة لحياة الفرد يعني منذ الولادة إلى الوفاة. نعم. وهذا ما قامت الهيئة على التركيز عليه على المراحل الأساسية في خدمات المواليد. نعم. خدمات الصحية، خدمات التعليم، خدمات القطاع التجاري، خدمات السكانية. نعم. خدمات المستعدات الاجتماعية، خدمات المقيمين والسياحة، كثير صراحة من القطاعات الحيوية الهيئة تركز عليها في. نعم. تطويرها من ثم تحويلها إلى يعني إيه؟ الى طريقه. نعم. الكترونيه سهله وبسيطه باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق. الدكتور زكريا احمد الخاجر، رئيس التنفيذي بالانابه، نائب رئيس للتحول الالكتروني لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا جزيلا لك.